هناك من يركل الكرة بقدمه وهناك من يعزفها. لقطات سحرية أدهشت الكل. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. أكثر شيء يحدث داخل الملعب هو التمرير، إذ أن اللاعبين يتناقلون الكرة بينهم حتى يقوموا ببناء هجمة معينة، لكن هناك لاعبين يقومون بتمرير الكرة بشكل سيجعلك مندهشا للغاية. لذا في هذا الفيديو سنشاهد تمريرات بلقطات سحرية أدهشت الكل. لنبدأ. شاهدوا هذه التمريرة الإبداعية من راشفورد وسط الملعب ليعطي زميله انفراد أمام فريق أرسنال. انظروا إلى الهدف الرائع الذي سجله. كرة والأربع بالكعب إلى اللاعب لوتارو مارتينيز من زميله في فريق إنتر ميلان، فشاهدوا كيف وضع الكرة في الشباك. انظروا إلى سحر نيمار وكيف أعطى كرة رائعة إلى زميله، والذي أعطاها إلى مبابي ليضعها الأخير في الشباك. كيفين دي بروين يعطي كرة رائعة للغاية بوجه القدم، فشاهدوا هذه التمريرة الإبداعية. أيد لاعب فياريال كيف قام بتمرير الكرة بطريقة الأقدام المتعاكسة بهذا الشكل المميز. لاعب أستون فيلا يبدع بهذه التمريرة بالكعب إلى زميله في العمق. لاعب ولفرهامبتون يوقف المدافعين أمامه، وبعد ذلك يقوم بهذه التمريرة الإبداعية بطريقة الأقدام المتعاكسة لتصل الكرة إلى زميله. يا للروعة والإبداع من إديسون كافاني بإعطاء هذه الكرة إلى زميله، فشاهدوا كيف جعله بانفراد أمام حارس المرمى. هذا اللاعب ومن بين المدافعين يراوغهم ويعطي تمريرة إبداعية جدا في العمق، لكن للأسف الكرة لم تكتمل ولم تدخل في الشباك. يمكنكم أن تشاهدوا لاعب أرسنال كيف أعطى تمريرة رائعة بالكعب بين أقدام لاعب الخصم. تبادل كرات مميز بين لاعبي ليفربول ليقوم هذا اللاعب بإعطاء زميله تمريرة بينية بين أقدام لاعب الخصم ويضعها الأخير هدفا. يدخل أنخيل دي ماريا ويراوغ المدافعين، ثم يعطي تمريرة إبداعية للغاية إلى زميله على الشق المقابل ليضع الكرة في الشباك. تمريرة إبداعية من لاعب مانشستر يونايتد إلى زميله بوجه القدم. شاهدوا ليو ميسي كيف أوصل كرة إلى جوردي ألبا بهذا الإبداع. لاعب شختار دونيسك حاول إبعاد الكرة، لكنه تفاجأ بوصولها تمريرة مميزة إلى زميله. هنا لوكا مودريتش بوجه القدم يعطي تمريرة مميزة إلى زميله، كسر بها دفاع ديبارتيفو ألافاس. لاعب كريستال بالاس تصل إليه الكرة، فشاهدوا كيف قام بكعبه بتغيير اتجاهها لتصل إلى زميله. هذا اللاعب هنا قام بحركة الأقدام المتعاكسة ليمرر الكرة إلى زميله بهذا الشكل الإبداعي. يمكنكم أن تشاهدوا بوسكيتس كيف قام بهذه الطريقة بسحب الكرة من أمام اللاعبين وإعطائها إلى ميسي، وانظروا إلى ميسي كيف أعطاها إلى جوردي ألبا بتمريرة رائعة جدا. بإمكانكم أن تشاهدوا وسط الملعب كيف أوصل هذا اللاعب الكرة إلى زميله ليضعه بانفراد أمام حارس المرمى ويسجل هدفا رائعا. شاهدوا منظومة التمرير المميزة بين لاعبي مانشستر سيتي، وكيف أوصل هذا اللاعب الكرة إلى كيفين دي بروين بحركة سحرية، والذي أعطاها إلى أغويرو ليضعها في الشباك.
هنا مارسيلو ترجع إليه الكرة بعد أن لعب التماس ليقوم بتمرير الكرة إلى زميله بهذا الشكل الإبداعي. شاهدوا إيدن هازارد قبل أن تخرج الكرة كيف قام بتمريرها بكعب بطريقة جميلة جدا إلى زميله. تصل الكرة إلى هذا اللاعب، فانظروا كيف قام بكعب بإعطائها إلى زميله من أمام مدافعي تشيلسي. كرة رائعة وإبداعية من توني كروز إلى فينيسيوس جونيور، والذي تقدم وسجل هذا الهدف الرائع في شباك ليفربول. تصل الكرة إلى مارسيال، فشاهدوا كيف أعطاها بالكعب إلى زميله بهذا الشكل المميز. تمريرة إبداعية بوجه القدم من كيفين دي بروين لتصل على رأس زميله ويضعها هدفا مميزا. لاعب مانشستر يونايتد تصل إليه الكرة من التماس، فانظروا كيف أعطاها إلى زميله دون النظر إليه بهذا الشكل الرائع. شاهد ميسي كيف أوصل الكرة إلى ديمبلي دون أن ينظر إليه بهذه الطريقة المميزة. تمريرة رائعة من لاعب ريال مدريد إلى بنزيما، والذي مررها لزميله بظهره بشكل مميز. شاهدوا وسط الملعب لاعب تشيلسي بعد أن تدافع اللاعبون برؤوسهم، وصلت إليه الكرة ليقوم بالكعب بإعطائها إلى زميله بشكل أكثر من رائع. يمكنكم أن تشاهدوا قدم زلاتان الرائعة وكيف أوصل الكرة إلى زميله بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء. هنا زلاتان يتقدم بالكرة وبعد ذلك يقوم برفعها وإعطائها إلى زميله بينية رائعة جدا كما تشاهدون. تصل الكرة إلى زلاتان بعد أن أوقفها اللاعب برأسه، ليقوم زلاتان برفعها وإعطائها بالكعب تمريرة إلى زميله. شاهدوا هذه التمريرة السحرية من ألكسندر أرنولد إلى زميله في فريق ليفربول. إبداع رائع من كيفين دي بروين بإيصال هذه الكرة إلى زميله داخل منطقة الجزاء وسط المدافعين. انطلاقة بمرتدة لفريق ليفربول، كان بطلها الكانتارا بإعطاء الكرة بهذه الطريقة لمحمد صلاح. قبل أن تخرج الكرة إلى التماس، يمكنكم أن تشاهدوا روعة كيفين دي بروين بإرجاعها لزميله بالكعب. يتقدم دي ماريا بالكرة وبعد ذلك يعطيها بالكعب لنيمار بهذا الشكل الرائع ليعيدها نيمار بطريقة أروع. تمريرة إبداعية من كريستيانو رونالدو إلى زميله، لكن كرته ارتطمت بالقائم للأسف. انظروا إلى ميسي وكيف أوصل كرة إبداعية إلى فرانكي دي يونغ، والذي لمسها ليعطيها إلى بيدري، والأخير قام بوضعها برأسية في الشباك. لاعب ليفربول يلعب التماس فترجع الكرة إليه، فشاهدوا كيف مررها إلى زميله بهذا الشكل دون النظر إليه. هذا اللاعب حاول تسديد الكرة لكنها ارتطمت به وذهبت إلى زميله بهذا الشكل. شاهدوا مارسيلو كيف وصلت إليه الكرة ليخرجها إلى فرانشيسكو إيسكو بضربها بالكتف بهذا الشكل المميز. هذا اللاعب وبطريقة رائعة تصل إليه الكرة فيقوم بترويضها على كعبه ومن ثم إرسالها تمريرة إلى زميله ليأخذ انفرادا أمام الحارس. لاعب مانشستر سيتي يرجع الكرة إلى زميله ليقوم الأخير بتمريرها دون النظر إلى زميله الذي بالأمام بهذا الشكل المميز. يا لروعة هذه الكرة من بول بوغبا، فشاهدوا كيف أعطاها إلى زميله بوجه القدم. تصل الكرة من تيبو كورتوا إلى مارسيلو، فشاهدوا الأخير كيف مررها إلى وسط الملعب بالكعب بهذا الشكل الرائع. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.